تسابق أبطال العراق لتحقيق أفضل النتائج في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر من خلال المشاركة في مختلف الرياضات. وفي فئة المصارعة تمكن البطل العراقي علي عصام من الفوز بجدارة على المصارع الجزائري بفارق النقاط، وهذا الفوز تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوا الخبر على صفحاتهم والمنصات والمواقع الرياضية. نتابع.